المعجنات التركية لذيذة يا شباب. اليوم عندنا 9 أنواع من المعجنات التركية راح نجربهم سوا ونشوف أي ألذ وأطيب شيء يا شباب. فانتظرونا لحظة. نبلش بأول شيء يا شباب. طبعا هذه والله نسيت اسمها يا عيال، اعذروني لان سجلت كل اسمائهم بالتركي ونسيت، بس هذه محشيه بالزيتون وعليها سمسم. خلينا نجربها، او قبل ما نجرب جيب لنا سكافي عم الشيخ صبق هواء. بسم الله. باو عمي مو نسكافي ضيم. ياخذ لي رجفة. أول يابا أهم شي الجرس يبين. خلي نشوف هاي نقصها، شوف شنو بداخلها. مي ما سكينة. شوف يا عيال عجينة اسفنجية. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا هاي بشهادة أذن. مالحة شوي يا شباب. خلي نذوق قوية طبعا هاي يستخدموها الاتراك فطور صباحي. هاي نخليها هنا انطيها 6/10. اللي بعده شوف هاي اللي بعده يا شباب. سباو هاي والله نسيت اسمها، هي كل واحدة لها اسم يا شباب. بس باو عجينتها هشة. شوف شلون، خلي نذوقها نجرب. العجينة مالتها من داخل. بسم الله. اوه هاي بيها جبن. واو العجينة مالتي هشة تذوب بالاثم. نجربها ويا النسكافية. ويلي يابا طبعا هاي ممتازة. هذه احسن من هاي. نعطيها 8/10 ونشوف اللي بعده. بسم الله. وهذا المنتج الاخر يا شباب. هاي يقولوا لها بورك بالتركي، ما ادري نفس البورك عندنا بالعراق. شي هم العجينه هشه. محشيه همي ناري. هاي محشيه بطاطا يا شباب. خلينا نذوقها. بسم الله. ويلي يابا طبعا هاي قد ما تكون حارة تكون اطيب. ويا الكابتشينو هاي احسن من هاي. طبعا هي المعجنه شي اطيب من شي. بس نقارن اي الاطيب. هذه هم نطيها 8/10 لان اطيب من ذيك، حتى نشوف بعد ايش قد نوصل العدد. شوف شي الاخر يا شباب. هذه شكلها مشهي بس ما ادري الطعم شلون.
يا الله بسم الله. اوه هشة تبين. محشوي وكاكاو هاي عيال وشوكولاته. انا علاش قصيت؟ خلي بلش منها. المهم الكاكاو بسم الله. اوه ماي جود. طبعا العجينه سبحان الله، العجينه تذوب بالاثم بالحلب، متخربط من الطعام يا شباب. طبعا هذه اطيب من هذه، وانطيها 9 من 10. هاي هنا لان طعمه خرافي يا شباب، تستاهل. بسم الله. هذا المنتج الاخر يا شباب. يا اخي اطيب شيء بالحياة هي المعجنات. من يعشق المعجنات مثلي يا شباب؟ اوه هاي هم محشية، محشية هم زيتون. طبعا هاي من كل محل جبت قطعة يا شباب، مو من محل واحد حتى اشوف اي اطعم. هذي شوف الحشو بسم الله. هذه أطيب من هذه، 6 من 10. اللي بعده لا، هذه المنتج الآخر يا شباب، باوع سمسم. وطبعا هذا أكيد هذا محترق شوية، متحمص بيضة أكيد، يصير هيك شكل. خلينا نفتح هيجي بسم الله قدامكم. هاي محشوة خضروات، شنها؟ سبانخ، كرافس. خلينا نذوقها بسم الله. مو طيبة هاي ويا الكابتشينو. هذه انطيها 5 من 10 يا شباب، عجينتها ما ادري شلونها. اللي بعده بسم الله. وهذا يا شباب هاي اعرف اسمها، يسموها حشايش. خلينا نفتحها. رخاوة العجين، العجينة مالتها. خلينا نذوقها وياكم يا شباب. بسم الله. واو عجينة اسفنجية تحل بالاثم بالحلب. ما ادري هذا بعقلي بالطحينية، هذه محشية طحينية، الجنوه هي الطحينية. ممتاز. هذه أفضل من هاي. هاي انطيها 9 من 10 يا شباب. اللي بعده يا عبدو. وهذه يا شباب هاي شكل البيتزا. شوف شنو حاشينها يا شباب، جبن على زيتون على بطاطا، فليفلة، أشكال وألوان. ما أدري هاي معجنات ما محشية من الداخل. خلينا نذوقها بسم الله.
اوه ماي جود، طعما رغم انه بردت شوية بس طعمه خرافي. يعني هاي لو حارة تخليه بالمايكرويف. انواع الوصفات بيها من لحم، يعني هذا النقانق مع جبن مع فليفلة صار شيء خرافي. هذا نطيها هم 9 من 10 بس افضل من هاي، وبنفس الوقت تشبع اللي يريد مثلا يتفطر بيها، ممتازة هاي. نشوف اللي بعده يا عبدو. اخير شيء يا شباب اللي هو السميد المشهور بتركيا يا عيال، ماكو واحد ما يعرفه حتى اذا كان من غير بلدان لازم يعرف السميد شنو. طبعا مشهور بتركيا السميد يا عيال، خلي اذوق السميد لان اني من عشاق السميد. ما ادري عاد الطعم شلون، خاصة اذا حار. ويلي يابا، بسم الله. محمص على الكل، وطريقة الطحين العجينة مالته ما ادري شلون يا اخي، عندهم سر بهاي العجينة. خرافي، ما ادري انا اعشق السميد خاصة هذا النوع، واذا ويا نسكافيه او شاي يكون اطيب. ما حاجة، اللي راح يفوز السميد يا عيال 10 من 10، والدليل راح اكل كلها. طبعا فازوا يا شباب السميد، انا من عشاق. طبعا هو ما ادري نفس البورك عندنا، مو البورك هذا كيكي بالعراق نفس الطريقة، بس هذاك ينذاب عليه شيرة، ينضاف عليه يعني اذا يريد بدون شيرة، بس طيب كلش. طعمكم في الشارع يا شباب 10 من 10. اذا عجبك المقطع يا شباب لا تنسونا من اللايك والاشتراك، خذ لك فره بالقناه، شاهد المقاطع اللي راح ننزلها، او اضغط على صورتي بهجيه او بهجيه راح تنزل ما ادري، حتى تحولك مباشر على القناه وتشترك. يا شباب اذا عجبكم الفيديو الكل شاركونا المقطع بلشي نصعد باقرب وقت. السلام عليكم.